بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء وهل أتاك حديث موسى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلى عليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى
بسم الله ما شاء الله. احسنت يا شيخ هاني، ربنا يبارك لك. الله يبارك لك. صوت نادي وجميل، اسال الله ان يتقبل يا رب. ما شاء الله ما شاء الله.